الإضراب عن الطعام السلاح الأصعب في وجه الاحتلال، معركة الأمعاء الخاوية قرار المواجهة الأخير أمام ظلم الاحتلال وعنجهيته. فما هي أثار الإضراب الصحية؟ في الأيام الأولى يفقد الأسير قدرته على القيام بأي من الأنشطة الاعتيادية إثر النقص الحاد في الجلوكوز، فقدان القدرة على الحركة والتركيز أو حتى النوم. بعد عدة أيام يبدأ الجسم في التعود على الصيام ليباشر عملية استخلاص الطاقة من دهونه المخزنة. يخسر الجسم نصف كيلو من وزنه كل يوم حتى اليوم 15 تقريبا، لتتضاعف الخسارة إلى نحو الكيلو يوميا. تبدأ الأعراض بالظهور بشكل أكبر، ضمور في العضلات يتطور بشكل خطير ليصل لحالة من التشنج في المشي وفقدان التحكم في الحركة، تباطؤ ضربات القلب، الشعور بالبرد، حالات من القيء، صعوبة في الرؤية. إذا ما استمر الصيام عن الطعام إلى مرحلة استهلاك الجسم كامل مخزونه من الدهون والفيتامينات والمعادن، قد يصاب الأسير بأمراض في جهازه الهضمي والعصبي، وتفقد خلاياه القدرة على أداء وظائفها الأساسية. الاستمرار في الإضراب لفترة أكثر من 6 أسابيع قد تعرض الأسرى لخطر الموت نتيجة فشل القلب أو تراكم السموم في الجسم. معركة الأمعاء الخاوية معركة فدائية يقدم الأسرى فيها أرواحهم ليحققوا كرامتهم.